ابعت على الزفت اللي اسمه خالد ده اما نشوف اخرتها ايه. مالك يا عزمي في ايه؟ لا ولا حاجة، بس سرحت في رجالتنا وجيه وعلاء عبود وغيرهم اللي خلصنا عليهم بإيدينا. عندي إحساس إن هيجي يوم وهتعمل معايا زيهم. طمن يا عزمي، مش كساب اللي يخضر بأصحابه، وأنت صاحبي، والإيد دي ما تقتلش أصحابي، وده وعد. يلا يا عزمي انجز، هات الولد ده خلينا نخلص. تمام تمام، هوصل اطمن على حسن ابني علشان ما شفتوش من زمان. يا دي حسن اللي هوسنا بيه، الخنفس شاف ولده ماشي على الحيط قال لك ده لولو مربوط في خيط.